السلام عليكم، تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير. ففي عجالة عندي جوج الوصفات، فالوصفة الأولى أو الثانية تقدروا تستعملوهم، ولكن بالمواكبة مع هاد جوج وصفات تستعمل هي وصفة واحدة، دير معها وصفة أخرى لواحد المنتوج اللي هو سميتو خميرة الشعير، اللي هي لا ليفور دو بيير. هادو علاش جبتهم؟ وجبتهم بهاد العجاله نظرا للتعزيز، تعزيز المناعه، تعزيز المناعه. ولا لاحظتوا المناعه راه هي السياج، هي السور اللي تنضربوا على الجسد ديالنا، على الجسم ديالنا، باش ما نتصابوش بالامراض. ففي الوقت فاش تيكون جهاز المناعه يعمل بجد وكل شيء عنده مزيان، فتتكون بكل صراحه الامراض ما تتسربش للجسم، وتتكون تيدير حد البكتيريا، تيكون حاجز البكتيريا او الفيروسات او الميكروبات. اذا غادي ندوز سامحوني، غادي ندوز الوصفة الأولى. فهي تتكون من مكونين اللي هما الخرقوم الكركمة ولا سبيرولين سبيرولينا. هاد جوج تتقبتهم بأباريكال، ستدير بشكل متساوي، مثلا درتي 50 غرام من هادي 50 غرام من هادي. فمن الممكن، إذا كان من الممكن، أنه تديرهم في دي جيلول، وكاينين جيلول دروكا في المحلات تتباعو، وديرهم في دي، تاخدهم في دي جيلول كومسا، وتبدا تاخد مثلا جوج في الصباح وجوج في العشية، أو ثلاثة في الصباح وثلاثة في العشية، فهما آمنين. فلي زوين في هاد الوصفة، فمثلا السبيرولين فهي فيها فيتامينات كثيرة ومعادن، أملاح معدنية كثيرة، وفيها الكلوروفيل، وتتحارب حتى الأنيميا. الكركمة اللي زوين فيها هي أنها تحارب الالتهابات، مضادة للأكسدة، والتالاخرة مضادة للأكسدة، مضادة للأكسدة وتحارب الالتهابات، وحتى الجذور الحرة اللي غادي كوليبر تتحد منهم، تتحبسهم، ما تتخليهمش يكونوا، تنعرفوا اللي غادي كوليبر هما اللي في من بعد تيحدثوا لنا دي كومبليكاسيون، اضطرابات في الجسم ديالنا. إذا هذه الوصفة الأولى اللي هي الخرقوم والسبيرولين. في الوقت باش تناخدهم، قلت لك تناخدهم باباريكال ونديرهم في لي جيلول، أو إلا ما تعسر تعذر عليا ما ناخدش ما لقيتش لي جيلول، ناخد نص معلقة في الصباح ونص معلقة في العشية، ونتبع الماء فمزيانة كوم سفوف وداك الشيء، فهي رائعة رائعة رائعة. فممكن أنه ناخد معلقة ديال القهوة ونديرها فوق لي سالاد ديالي وناخدهم، فهي تعزيز المناعة، جهاز المناعة تصبح قوي وشديد. كاينة الوصفة الثانية، الوصفة الثانية وهي الخرقوم والنيجل اللي هو السانوج. فتاهما انما هما ماشي باباريكال. ففي الوقت فاش تناخد الخرقوم، تناخد الخرقوم مثلا ب 25 غرام، والنيجل تناخدو ب 50 غرام، وتنخلطهم وتناخدهم الصباح والعشية نص معلقة، أو لا قسطات تنديرها في لي جيلول كيف قلت سابقا، وثم من بعد تناخدهم في الصباح وفي العشية. وجميل ورائع، رائع للغاية، بحيث ولكن بالمقرر أنت تدير هاد الوصفة أو هاد الوصفة، ممكن تاخذ لا ليفور دو بيير. وغادي نقول لكم لا ليفور دو بيير لانه ماشي موضوعي باش نتحدث على لا ليفور دو بيير، انما ما يثير انتباهي داخل لا ليفور دو بيير هو واحد الماده سميتها سيلينيوم، وهي تبارك الله عليها رائعه، وهي قليله في الطبيعه، فهي تتساهم في حماية الجسم. وهذا دعوة لكم أنه في الوقت فاش تبغوا تاخذوا خميرة الشعير، فقلبوا على الخميرة الشعير اللي مسجل فيها خميرة الشعير والفيتامين، ثم مسجل عليها للسيلينيوم. على في الوقت فاش تاخذ هذا، كن على يقين بأنه تكون الجهاز المناعة ديالنا خدام، والفونكسيون كوركتور تيخدم مزيان كيف خصو يخدم، وتحمينا من الأمراض اللي كتجي. تحياتي ومحبتي لكم، وعلى ربي يكون نهاركم زين وسهل. فإلى اللقاء فرصة قادمة، ربما مستقبلا نقدر نتكلم على خميرة الشعير. تحياتي ومحبتي لكم.